بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج مصطفى اللي هو كان مسجلنا معاه قبل كده. تليفونك يا استاذ مصطفى لو سمحت. حضرتك 012-78-26-76-50. دي اسماك الرايق. فاكرين يا جماعه الفيديو اللي ميزنا ما بين لوت الكنال زي اللي قدامنا دي، وعرفنا ان بيتميز باللون الفضي الفاتح مبيض، وشفنا الديل بتاعها قبل كده، وعرفنا مواصفات سمكه اللوت. سمكه اللوت يا جماعه في البحر ممكن تقطع 5 6 7 11 كيلو، لكن سمك اللي هو المزارع بيبقى مغمق. ادي سمكه لوت مزارع يا جماعه، مغمقه مختلفه للي عايز يميز ما بين دي وبين ده. وقبل كده جبنا فيديو برضو بتاع السوبيا. دي سوبيا اهي ناشفه مش شاربه ميه كلها كده اهي. وبرضو الاستاذ مصطفى وضح لنا الفرق ما بين السوبيا اللي شاربه ميه والسوبيا اللي هي طازه ولسه ما شربتش ميه. دايما كده ربنا يخليك توعي الناس وتاخد دعوات حلوه قوي من على اليوتيوب. ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه.